مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي وكل مشجعي النادي الاهلي واللي بيتابعونا من خلال برنامج الاهلي الليله. النهارده في فقره الالعاب الاخرى معانا نجمه كبيره، نجمه في كره السله، نجمه قدمت الكتير في النادي السابق وهتقدم الكتير في النادي الاهلي. عندنا موسم انتقالات قوي جدا في النادي الاهلي، كتير نجوم انضموا للنادي الاهلي ولازم نديهم الضوء ونديهم حقهم في تواجدهم جوه القلعه الحمراء. ومعانا ومعاكم كابتن منار ايهاب المنتقل حديثا من نادي سموحه لكره السله سيدات الى فريق سيدات النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن منار. مساء النور. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. حاجة جميلة، انتقال لسه صفقة يعني طازة بقالنا اسبوع تقريبا في الصفقة دي. اه مظبوط؟ مظبوط. طب نحكي تفاصيل الصفقة، عايزين نعرف ايه اللي حصل لحضرتك في تفاصيل الصفقة. هو السنة اللي فاتت كان في مفاوضات بيني وبين الكابتن ايهاب الالفي. كويس. بس ما نجحتش. هيل. السنة دي هو كلمني وانا قلت له ان انا موافقة جدا ان العب في نادي زي الاهلي. تمام. بس قلت له هو يكلم مجلس الادارة بتوع سموحة ويتفاوض معاهم. وهم الحمد لله يعني مشكورين، مجلس اداره سموحه ما عارضش اي حاجه ووافق. والموضوع ما خدش وقت خالص، يعني في خلال 48 ساعه تقريبا كان الموضوع كله تم، يعني الحمد لله تم في نادي سموحه التفاوضات بين النادي الاهلي عن طريق النشاط الرياضي وطريق النشاط الرياضي في نادي سموحه، وحصل يعني كلام او حصل دفع مقابل انتقال فلوس وحصل العقد الجديد. قولي لي لما دخلت نادي الاهلي عشان تمضي العقد الجديد، مش بتكلم على القيمه، بتكلم على شعورك ايه؟ هقول لحضرتك، انا اصلا طول عمري يعني نفسي العب في نادي كبير زي النادي الاهلي. لما دخلت انا ما حسيتش انها في حته غريبه، يعني كابتن رؤوف عبد القادر رئيس النشاط الرياضي استقبلني احسن استقبال، دكتور ياسر نصير. تعرفي دكتور ياسر نصير قبل كده اعتقد؟ طبعا، عشان هو كان مدير النشاط عندي في نادي سموحه. طبعا. ما كانش فيه يعني، كان بالنسبه لي مش حاجه غريبه، انا كنت حاسه ان انا داخله حاجه انا عارفاها والحمد لله يعني مضيت عقود. ما كانش فيه اي شروط، يعني لما كابتن ايهاب كلمني ما كانش فيه اي شروط في العقد بتاعي، انا اهم حاجه عندي كان ان انا نفسي العب في نادي زي الاهلي بس. دي يعني كانت اهم حاجه. مفيش طلب مادي معين؟ لا، ما كانش فيه حاجه معينه، انا اهم حاجه ان انا العب في النادي الاهلي، اهم حاجه كانت عندي. طب منار، لازم نرجع لزمان، نعمل بلاي باك سريع ونقول منار دخلت ملعب كرة السلة ازاي؟ وصلت ازاي لملعب كرة السلة في نادي سموحة؟ انا اختي الكبيرة كانت بتلعب باسكت. هايل. وانا لعبت كده سنة وبطلت بعديها، ما لعبتش. لعبت كام سنة؟ وانا كان عندي 6 سنين تقريبا. هايل. بطلت بعديها سنة وبعدين رجعت تاني، كان في مدرب يعني اعرفه. رجعت اسكندراني رجعت صح؟ اتفضل. بس كان في مدرب يعني اعرفه، دخلت اتمرنت معاه، قال لي انت هتكوني كويسة بس لسه يعني هتستني شوية معانا. كويس. بس وبدأت بقى من هنا، وكان كل املي ان انا اروح منتخب مصر، يعني ما كنتش اشوف الناس تلعب تيشيرت منتخب مصر، ده كان كل طموحي والحمد لله وصلت. من وانا صغيرة. يعني وانت صغيرة كان اللي خليكي تستمري جوه الباسكت او جوه ملعب باسكت انت عايزه تلعبي باسم مصر؟ كان نفسي العب منتخب مصر. كنت نفسي تلعبي، لعبتي منتخب مصر وانت كام سنه؟ لعبت وانا 2009، يعني من 9 2009 كان عندي 16 سنه تقريبا. 16 سنه منتخب مصر. هايل. اول ما دخلتي منتخب مصر برضو اول مره، قولي ايه الشعور؟ الحلم اتحقق. هي كانت حاجه صعبه، ان هو بياخد يعني بنبقى عدد كبير جدا من مصر، وبعدين بنبقى 12 بنت بس اللي بيوصلوا في الاخر، اللي بيسافروا او لو هيلعبوا البطوله هنا 12 بس، فكان كل شويه العدد عمال يقل يقل يقل، فكانت حاجه صعبه جدا. يقل وانت لسه جوه. بس فالحمد لله يعني لغايه ما وصلت. لعبت في 2009 افريقيا، خدنا تاني، كانت في مالي، والسنه اللي وراها جابوا البطوله هنا، استضافوها في القاهره، كانت في استاد القاهره، والحمد لله خدنا اول افريقيا، ودي كانت اول فرق بنات تجيب اول افريقيا. اول افريقيا في وسط غابه من ابطال افريقيا للسيدات، صح؟ طبعا. اعتقد ان القوه الجسمانيه بتختلف كتير جدا 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 في افريقيا، ازاي قدرنا نحقق الطموح ده او الحلم ده ان احنا بنات عندنا تكسب افريقيا؟ يعني هم جسمانيا اقوى مننا، بس احنا باسكت احسن بكتير، يعني هم قوه بس لكن ما عندهمش باسكت خالص، الباسكت بتاعنا احسن بكتير، وكان في فتره اعداد يعني كبيره جدا قبليها عشان نوصل لحاجه زي دي. قعدتوا تعملوا اعداد قبليها كتير جدا، كان في معسكرات يعني، ممكن معسكرات طويله، وسافرنا بره قبليها عشان نعمل معسكر برده كان في تركيا. فكان حاجه صعبه يعني. وصلنا من افريقيا تاهلنا كاس عالم او وصلنا حاجه زي كده ولا لا؟ اول افريقيا دي رحنا كاس عالم. رحتوا كاس العالم؟ قولي لي لما رحت كاس العالم ايه اللي حصل؟
لا انا ما سافرتش معاهم كاس العالم. مفيش مشكله يعني، ده طموح عندك ان انت توصلي كاس العالم؟ طبعا اكيد اكيد طموح اي لعيب. طبعا. طيب قولي لي بعد ما احنا في نادي سموحه وبنلعب ووصلنا منتخب مصر، عملنا ايه في نادي سموحه؟ احكي لنا يعني هو تفاصيل ان يطلع كابتن منار ايهاب ومنتقله للنادي الاهلي، التفاصيل دي تفاصيل مهمه بالنسبه للجماهير. هو كانت اكتر يعني انا كنت بشتغل على نفسي، وهنادي سموحه فرقه كبيره ونادي كبير ما عنديش اي مشكله، بس احنا ما كناش بنوصل لبطوله يعني، كان في على طول اهلي سبورتنج، احنا ممكن نبقى ثالث رابع. انا بقى كنت بشتغل على نفسي في منتخبات كتير، انزل اتمرن لوحدي عشان عايزه اوصل لحاجه معينه. يعني ايه انزل اتمرن لوحدي؟ معلش عايزك تفهميها للناس. عادي ممكن انزل اي يوم الصبح اقعد اشوط لوحدي لو عايزه احسن حاجه معينه يعني، او العب باسكت لوحدي عادي من غير فرقتي. من غير فرقتي خالص؟ اه. بتقعدي كام ساعه في التدريب تقريبا في اليوم؟ مع فرقتي ولا لوحدي؟ فرقتك ولوحدك. يعني لوحدي على حسب، ممكن اقعد ساعه اشوط مثلا، لفرقتي بيبقى التمرين ساعه ونص او ساعتين ماكسيمم. يعني بنتكلم في 3 4 ساعات في اليوم تقريبا. طب منار يعني قلت لي انا بنزل الصبح واحنا بندرس. يعني في دراسه وفي رياضه، اخترتي ايه؟ اخترت الرياضه اكتر. رياضه؟ اه. هايل. طب قولي لي وفقنا ازاي بين الرياضه وبين الدراسه بتاعتك؟ يعني هو انا ما كنتش مهتمه قوي بالدراسه. عجباني صراحه عجباني جدا الكلمه، مش مهتمه بالدراسه. وكمان احنا كان المنتخب على طول، انا كنت في القاهره وانا اصلا من اسكندريه. فكان يعني ثانويه عامه بالذات انا اللي افتكرها ان انا ما كنتش خالص باخد دروس، ولا انا وكذا حد من اسكندريه معايا عشان باسكت، يعني كان اهم حاجه الباسكت. اه كان اهم حاجه عندك في حياتك الباسكت. طب الاسره يعني النهارده بتقولي ما فيش دراسه، خلي بالك انا برضو كنت نفس الكلام، كنت منتخب ولكن مفيش دراسه، مع اني طلعت مهندس بس ازاي ما اعرفش. بس قولي لي الاسره يعني، الوالد عندي كان لازم يقول لي الدراسه مهمه الدراسه مهمه، كان بيقول لك ايه في البيت؟ يعني طبعا هو بالنسبه لهم الدراسه كانت حاجه مهمه جدا، مامتي وبابايا، بس هم كانوا شايفين الباسكت ده حياتي، فما حدش هيقف لي في مستقبلي يعني. بس طبعا كنت بذاكر يعني، ممكن اذاكر وانا في معسكر، لو عندنا ماتش اذاكر وانا راجع في الطريق يعني، كنت بذاكر طبعا عشان انجح، بس انا الباسكت حطاه اولويه يعني. حطها له عجباني قوي، محدش شايفه في طريقي. طموح جامد عندك في الباسكت بنات، مظبوط؟ مظبوط. طب قولي لي زي كل اولياء الامور في الحياه، ماما تعبانه وبابا بيعمل، يعني احكي لي حكايه، يعني اكيد ماما بتعمل ايه؟ بتعمل ايه معاكي بالظبط؟ يعني هي مامتي على طول ورايا في اي حته، بتسافر كل ماتشاتي عشان تبقى سبورت ليا يعني. كانت واقفه في ظهري جدا في المنتخب طبعا، كانت عايزاني اكمل. يعني هي سبب في اللي انا فيه دلوقتي طبعا، هي بابا يعني. هي سبب؟ اه هي بابا. لا بابا فلوس يعني، خلينا كمان عارف انا بابا فلوس، ربنا يكرمه يا رب. لكن ماما هي اللي بتتعب فعلا. اه. ولي الامر بيتعب في الايام دي طبعا كتير طبعا. ايه السبورت اللي ممكن تديه ماما ليكي، او تديه ولي الامر لابنه او بنته؟ يعني ان انا شايفاها بتضحي بحاجات تانية عشاني، دي اكتر حاجه تخليني اعمل احسن حاجه في الباسكت، عشان هي بتضحي بيه يعني. بتضحي عشان خاطر منار؟ عشان خاطر. طب منار ليها كام اخ عشان ماما تبقى منار؟ عندي اختين. عندي واحده اكبر وواحده اصغر. الاكبر اسمها ايه؟ ايه دي اللي كانت بتلعب باسكت؟ اه بس بطلت وبتشتغل دلوقتي دكتوره فخلاص. يعني هي اللي راحت وديتك بقى على الباسكت؟ اه وبطلت. صح. ايه دكتوره ايه؟ ايه دكتوره، هي متخرجه من علوم يعني. آه. بتشتغل في مستشفى دلوقتي. اه تمام. دي ايه؟ والصغيره؟ شروق. شروق بتلعب باسكت برضه؟ بتلعب باسكت؟ بتلعب. بتلعب باسكت؟ اه. هو انت عيله رياضيه اساسا يعني؟ ماما او بابا كانوا من خلفيه رياضيه؟ مامتي كانت بتلعب بقى في مدرسه زمان، مش في نادي معين، بس احنا بقى الثلاثه بنلعب باسكت. اه هي كانت بتلعب باسكت ماما؟ اه. بس طب هي لو اديتك يعني، هي اللي زقت اول حاجه ايه؟ قالت لها خش على ملعب الباسكت ولا ايه؟ ايه رايك؟ لا هي سابتنا نختار براحتنا، احنا اللي اخترنا يعني. ايه اختي هي اللي عجبتها. دبلوماسيه الرد ده شويه؟ ها؟ دبلوماسيه انت في الرد؟ لا خايفه. لا لا انا براجع البيت صح؟ لا 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 فعلا اولياء الامور فعلا فعلا يعني بجد منار بيتعبوا طبعا. يعني بيعملوا حاجات كتيره جدا جدا، تقولي لها ايه؟ يعني اشكرها طبعا، لان هي سبب رئيسي اللي انا وصلت له يعني، انا من غيرها ما كنتش هعرف. نخش بقى على اللي بعديه، هنقول لها ايه تاني؟ لا يعني من غيرها ما كنتش عارف اصلا اللي انا فيه ده. دي اهم حاجه ليا فيها. طب قولي لي الطموح اللي قدامي ده لازم بيواكبه حاجات ثانيه؟ طبعا. عملنا منتخب مصر، ايه رايك في الاحتراف الخارجي؟ نفسي اكيد، بس يعني بحس ان هي للبنت صعبه شويه يعني. ليه؟ هي بره مصر. ما قلتي ما فيش حد هيوقفني عن مستقبلي. لو جالي احتراف بره اكيد مش هقول لا يعني. اكيد طبعا. تسعي لده ولا هتستني الفرصه؟
يعني ممكن اسعى، بس انا حاليا انا مركزه في اللي انا فيه. يعني انا دلوقتي كان نفسي اوصل للنادي الاهلي دي، يعني ده تمام. نادي بطولات ومبادئ. انا كان نفسي العب مع الفرقه دي عشان اخد معاهم بطوله. تمام. يعني هم ما شاء الله السنه اللي فاتت واخدين 4 بطولات، فانا بس هساعدهم. يعني احنا السنه دي هم فرقه كلهم ما شاء الله، منتخب مصر فرقه كويسه، انا بس هساعدهم يعني ان احنا ناخد فيه بطوله عربيه السنه دي، هكون بس جزء. لكن هم ما شاء الله فرقه كويسه، انا كان نفسي بس العب مع النادي الاهلي واخد معاه بطوله ان شاء الله. يعني هو ده الطموح او الهدف او التارجت في الوقت الحالي ان تعملي بطولات مع النادي الاهلي؟ اه ان شاء الله. لكن لو جالنا احتراف خارجي هنفكر؟ اه طبعا. ولا ما حدش يقف ده مستقبلي؟ هفكر طبعا. هنروح ان شاء الله. احساس اللي انت لسه الطموح قوي جدا عندك. كلام مظبوط؟ اه. طب قولي، مشينا طريق طويل في الباسكت واكيد في صعوبات بتحصل، ايه الصعوبات اللي قابلت كابتن منار في كره السله؟ صعوبه يعني هو عامه قبل، يعني مش صعوبه قوي، بس هو قبل الماتشات بيبقى ستريس. يعني دي اكتر حاجه انا ما يعني بتبقى صعبه بالنسبه لي لو ماتش فاينل. بس انا ما لعبتش مع سموحه فاينل كتير، فهو بيبقى منتخب مصر اصعب حاجه بالنسبه لي يعني. وكان في فتره برضو ان احنا عددنا بيقل في المنتخب، دي اصعب فتره يعني، لان انا نفسي اوصل لحاجه معينه والعدد عمال يقل، فبيبقى صعب بالنسبه لي جدا. صعب طبعا. يعني صعوبات. طب اسالك حاجه تانية، ايه الصعوبات اللي بتقابليها جوه التدريب، جوه التدريبات؟ يعني بتتضايقي من الجيم؟ بتتضايقي من فترات الاعداد؟ بتتضايقي من الباسكت؟ لا طبعا. ايه بالظبط؟ هي فتره الاعداد بتبقى طويله شويه في اولها يعني، بس دلوقتي الوقت اللي احنا فيه ده مش ممل خالص. يعني احنا بنلعب ماتشات وديه عشان خلاص بدانا بطوله المنطقه، فمش ممل. بس اول فتره الاعداد عشان هي بتبقى 3 شهور تقريبا، ده ملل بقى ممكن عشان يعني صح. انا كنت بجري بصراحه، يعني انا كنت بجري بروح قلت لك اتمرن تعبان مصاب. لا لا كده ايه بتعملي الكلام ده؟ لا مش بعمل الكلام خالص. قولي لي يا منار، علاقتك ايه بلعيبه النادي الاهلي؟ يعني انا ما حسيتش ان انا رايحه نادي انا ما حسيتش ان انا رايحه نادي جديد، عشان يعني كلهم كانوا معايا في المنتخب، في هاله ودينا ورانا عبد الظاهر وسوريا اللي جايه برده جديده السنه دي كانت معايا في المنتخب، كل دول صحابي. يعني انا حاسه ان انا مش رايحه حته غريبه. يعني كل دول في تأقلم بينك وبينهم. اه. طيب وانت خارجه من نادي سموحه كده، اصحابك، عشره، خروج، شط اسكندريه، ايه رايك؟ عملت ايه؟ قلت لهم ايه؟ اصحابك ما حدش قال لك ما تسيبناش؟ يعني كتير طبعا قالوا لي بلاش اقعدي معانا وكده، بس انا ده طموح بالنسبه لي، كل واحد نفسه يوصل للي هو عايزه. هيفضلوا اصحابي ما عنديش اي مشكله، بس كل واحد يعني انا كان نفسي ان انا اوصل النادي الاهلي وبرده هم اصحابي يعني. انا بالنسبه لي النادي الاهلي فرصه احسن يعني، انا نفسي اجيب بطوله ان شاء الله. نفسي تجيب بطوله ان شاء الله. تقولي ايه لكل كباتن او لاعبات سموحه؟ لا صحابي يعني مش عارفه اقول لهم ايه، ربنا معاهم ان شاء الله يعملوا سيزون كويس برده، واكيد ده النادي اللي انا اتربيت فيه يعني مش هنساهم. هم ساعدوني برده اوصل اللي انا فيه اكيد. هم ساعدوك؟ هم سبب طبعا اكيد. سبب جوه المنظومه ان هم توصل اكيد طبعا. الالعاب الجماعيه اعتقد اللي هي بتدي يعني اسمها ايه اقول لك، يعني بتدي زي تكوين طبعا. بنعمل تكوين مع بعض وكلنا بنساعد بعض عشان نوصل اللي احنا فيه طبعا. قولي لي مين بطلات في كره السله شفتيهم يعني وعيتي عليهم كباتن؟ ولاد ولا بنات؟ يعجبك يعني. انا بالنسبه لي احسن يعني مثلا الاعلى في الباسكت عامه هو اسماعيل احمد. كتبته كل اسكندريه. كابتن اسماعيل احمد. وغالبيه الباسكت بصراحه بيتكلموا على كابتن اسماعيل احمد. ليه؟ يعني هو مثل اعلى لكل حد بجد. اسطوره 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 في الباسكت فعلا. ليه اشمعنى؟ قولي لي، عايزك تقولي لي، عايزك تقولي للناس اشمعنى كابتن اسماعيل احمد يعني؟ يعني هو انا كنت صغيره جدا كنت اشوفه بتبسط يعني، هو بيعمل كل حاجه في الباسكت يعني. كل حاجه ممكن حد يعملها في الباسكت هو كان بيعملها، فانا كان بالنسبه لي مفيش حد زيه يعني، انت بتعمل كده ازاي؟ ولغايه دلوقتي تقريبا محدش وصل له يعني ما شاء الله. هو فعلا يعني دلوقتي بيلعب في لبنان وهو كبير في السن ما شاء الله، محدش عارف كسر 40 سنه. ما شاء الله يعني، مش عايزين بس نحسبه ما شاء الله عليه. ما شاء الله حاجه جميله. طيب بنت اسكندريه وشط اسكندريه وكره السله، النادي الاتحاد السكندري، وصلت الاتحاد وجماهير وحاجه جميله طبعا. وانا صغير كنت بروح صاله الاتحاد خلي بالك، بروح اتفرج عليهم، فعلا فرقه ممتعه. قولي لي دخلتي بقى شجعتي وكده ولا طبعا كنت بتفرج كتير يعني حتى قريب وانا كبيره.
بس هو الجمهور اتمنع من كام سنه فما بقاش زي زمان. بس لما كان في جمهور يعني دي احلى حاجه. هو الجمهور احلى من الماتش بيتهيألي. يعني ببقى رايحه عشان اتفرج على الجمهور هيعمل ايه في الصاله. هيعمل ايه في الصاله؟ وجمهور الاتحاد فعلا الصاله بترج طبعا، يعني بيعملوا طبعا فعلا طبعا كويسه جوه، وبيفرق مع اللعيبه طبعا. يعني لما ببقى بلعب وفي جمهور كده يعني دي احلى حاجه. دي حاجه كويسه جدا طبعا. طب قولي لي يا منار، لو لو خرجنا شويه بره الرياضه، انت خريجه ايه؟ تربيه رياضيه. تربيه رياضيه. هواياتك بره الرياضه؟ في هوايه في حاجه بندندن بتحبي تتفرجي على حاجه؟ قولي لي. لا يعني مش قوي. بضرب موسيقى؟ لا. مالكيش؟ صح؟ لا مالكيش. هي الرياضه هي التارجت الاساسي. مفيش اي هوايات خارجيه؟ قراءه؟ يعني ممكن اقرا شويه بس، يعني هو الرياضه اهم حاجه. ممكن تقري شويه بس قليل يعني. ملاري انت رياضه بس. خلينا نرجع تاني في الملعب بتاع كره السله وخمس بنات. هل ممكن في وقت من الاوقات بالاحتراف الخارجي او من غيره نلاقي ان عندنا منتخب سيدات قادر على المنافسه لبطوله العالم؟ يعني ممكن بس صعب. احنا عايزين وقت لسه، قدامنا شويه. ليه؟ يعني احنا نقدر بس يعني عايز وقف طموح انا بس. طبعا. لا بس بقول على منتخب يعني ان احنا ننافس على بطوله العالم دي حاجه صعبه. يعني فرق اللي بتلعب كاس عالم دي بيبقى فرق يعني تبقى حاجه صعبه. حاجه صعبه جدا كاس العالم. يعني افريقيا احنا نافسنا عليها كتير وقدرنا ان احنا ناخدها، بس كاس عالم دي يعني عايزه وقت لسه. يعني لسه قدامي لسه قدامنا شويه. ممكن نشوف جيل، مش هقول ينافس على كاس العالم، بس جيل يشرف كره السله سيدات في المحافل الدوليه. ممكن اكيد يعني في اجيال طالعه كويسه. طبعا عندنا كابتن نادين السلعوه محترف في امريكا. طبعا. صح؟ هي الوحيده ولا في حد تاني؟ لا في كتير. في كتير؟ في كذا. عندنا كام بنت محترفين؟ في رنيم كانت بتلعب في سبورتنج كويس، وفي ميرال من الشمس هايل، وساسو كانت بتلعب في السيد. في كذا حد عشان مش عايزه انسى حد، بس دول يعني عندنا اربعه محترفات تقريبا او خمسه او سته تكوين. دول بيجوا في وقت المنتخب المصري لما بيطلبهم بينزلوا؟ بينزلوا. بيدوا خبرات مختلفه شويه عن اللي انتوا بتمرنوا عليها؟ هم سنهم صغير يعني، كل اللي انا بقول لحضرتك عليهم دول صغيرين. بس طبعا يعني هو هنستفاد منهم كلهم، كويسين مؤثرين يعني في المنتخب. قولي لي يا منار، لو رجعنا للدوري المصري المنافسه بتنحصر فين؟ يعني في كرة السلة سيدات في الدوري العام بتنحصر في سبورتنج واهلي. سبورتنج واهلي. بينهم المنافسة. يعني سموحة هيخش السنة دي ينافس مع الكبار، ولا بنتكلم في كاتيجوري الاهلي وسبورتنج كاتيجوري وبتدي ناخد فرقة تانية كاتيجوري تانية؟ لا سموحة صعب ينافس. يعني هو الاهلي وسبورتنج السنة دي هيكونوا برضه لوحدهم. والباقي بقى تحت سموحة، هليوبلس، الناس دي، كل الفرق التانية. قولي لي نادي سبورتنج دعم بلعبات السنة دي؟ تقريبا هيجيبوا محترفة. وفي كذا حد من سبورتنج كان بيلعب في أندية تانية ورجعوا يعني، بس ما جابش حد جديد. يعني كلهم كانوا بيلعبوا أصلا في سبورتنج ورجعوا لهم تاني. يعني كانوا خرجوا لبره نادي سبورتنج ورجعوا تاني؟ ورجعوا تاني. وانت شايف المنافسة هتنحصر في الحتة دي. إضافة سوريا للنادي الأهلي، لأن انتوا الصفقتين بتوع النادي الأهلي السنة دي، مظبوط؟ مظبوط. سوريا ومنار. مظبوط. وليه شايفاها ازاي؟ يعني هي سوريا ما شاء الله، يعني مش لازم اتكلم، هو اكيد الناس عارفه، واضافه يعني كويسه جدا. هي دي اللي هتلاعبك؟ خلي بالك. لا لا بس هي ما شاء الله يعني كويسه جدا. كان لازم يعني، هي كانت بتلعب في الصيد، هي كويسه جدا، بس كان لازم تروح فرقه برضو تاخد بطوله عشان هي يعني قالت نفس كلمتك بالظبط. انا عايز اخد بطوله. قولي لي كانت علاقتك ايه بكابتن ايهاب الالفي؟ هي العلاقه دي متكونه السنه اللي فاتت بس ولا قبل؟ لا في الماتشات يعني. كان كابتن ايهاب يعني انا برضو كان نفسي اتمرن مع كابتن ايهاب، يعني من احسن مدربين مصر الصراحه. ما شاء الله. ما شاء الله هو بيكسب كل الماتشات، فرقته في رولز. دي حاجه كويسه الناس كلها كانت شايفاها، يعني مش بس اللي نفسي كان العب في الاهلي، ناس كتير جدا. علاقتي كانت في الملعب يعني ممكن نهزر في ماتش او حاجه، مش السنه اللي فاتت بس، ده من اول لما مسك فرقه البنات. وانا كان نفسي فعلا اتمرن مع كابتن ايهاب يعني. يعني كان كابتن ايهاب، انت وصلت لمرحله عايزه تتمرني مع طبعا كابتن ايهاب الالفي؟ طبعا. قال لك ايه او اداكي نصايح ايه وهو انت جايه النادي الاهلي؟ قال لك ايه؟ اكيد لما دخلت النادي قال لك دي الفرقه والبنات اهم، اكيد انت عارفاهم، بس اكيد بيكون لي نصايح معينه
لا هو قال لي الرولز يعني عشان امشي عليها عشان ما نختلفش، بس ما خوفنيش خالص يعني. قال لي دول صحابك وفرقتك واحنا عايزين نعمل بطوله، وانا زي ما قلت لحضرتك انا رايحه اضافه بس يعني. هم فرقه ما شاء الله السنه اللي فاتت واخده 4 بطولات، السنه دي بس بطوله هتزيد هي بطوله عربيه. انا بس هساعدهم مش اكتر، لكن هو قال لي بس الرولز امشي عليها عشان ما نختلفش. بصراحه عجباني روحك. يعني دايما بتقولي انا اضافه، انا هزود، انا هكمل مع الموجودين. صح طبعا. طب خلينا نطلع للكابتن إيهاب الألفي اللي كان نفسك تتمرني معاه، فنوسي عليه. مساء الخير يا كابتن إيهاب. مساء الخير يا كابتن خالد. أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. أخبار الماتشات بدأت؟ بطولة المنطقة بدأت؟ طمنا على البنات. بدأنا بطولة المنطقة الحمد لله، وكسبنا أول ماتشين. ما شاء الله. كان عندنا فرقة اتسحبت يعني، فأخذنا أول مجموعة. كويس. هنستنى المجموعة الرابعة إن شاء الله، نلعب تاني المجموعة الرابعة بوزيتيف 3 إن شاء الله. غالبا بين زهور وجزيرة، اللي يخسر نلعبه إن شاء الله في الكوارتر فاينل إن شاء الله بإذن الله. قول لي يا كابتن إيهاب، إحنا الدوري وبدايات الدوري ومواعيد بداية الدوري المصري. الدوري المرتبط إحنا عندنا الدوري حصل فيه تعديل، هنلعب أول دورة مجمعة يوم 29، نلعب 29 و30 و1 دول، دي اول دوره مجمعه. ان شاء الله معانا الزهور والغابه و6 اكتوبر. كويس. وبعد كده المرحله الثانيه في الدوري هنلعب نفس الدوره دي، الدوره الثانيه يوم 11 و12 باذن الله، 11 و12 و13، وبعد كده هنلعب بقى الكروس ان شاء الله، الاول يلعب رابع والثاني ثالث. هتبقى يوم 18، بس انا هحاول اجلها عشان انا اخش في معسكر ان شاء الله للبطوله العربيه 17 في اسكندريه. انا عارف احنا غالبا هنلعب اول دورتين ونتوقف. انا عارف البطوله العربيه دي فيها كلام كتير، وانت نفسك شخصيا قلت لي ده حاجه مهمه جدا جدا، والبنات نفسهم يكسبوهم. لكن خلينا النهارده معانا اضافه من وجهه نظري، اضافه قويه جدا، وهي كابتن منار ايهاب. وحضرتك كنت المسؤول عن الصفقه دي، احكي لنا قول لنا ايه اللي حصل. والله منار لعيبه كويسه، مش محتاج ان انا اتكلم عليها، وان شاء الله تبقى اضافه كويسه للنادي الاهلي وتساعد زميلاتها ان شاء الله في كل البطولات المحليه بالاضافه للبطوله العربيه. منار لعيبه سريعه جدا، عندها مميزات، عندها فاست بريك عالي جدا، عندها 1-1 كويس عشان الناس بس لو مش عارفه يعني. عندها روح غريبه، اهلاويه من صغرها. كان في كلام معاها من السنه اللي فاتت، بس كانت اداره نادي سموحه ما كانتش راضيه تفرط فيها. وانس السنه دي ان نادي سموحه وافق ان يبقى في مفاوضات. الموضوع ما خدش 48 ساعه ثالث بصراحه. نادي سموحه احنا في بينا علاقات كويسه جدا ومجلس اداره محترمين. مجرد ما حصل الاتفاق ثاني يوم بعتوا الموافقه. بصراحه كابتن رؤوف عبد القادر عمل حاجه يعني سريعه جدا، في خلال 24 ساعه كانت منار خلصانه. بعدها بيوم كانت موجوده جوه التمرين في النادي الاهلي بدون اي شروط. مش عايز ابالغ يعني، احنا ما اتفقناش هي على عقدها كام ولا اي حاجه. هي جت قلت لها عندنا اللائحه في النادي وعندنا رولز في النادي، قالت لي كوتش انا عايز العب في النادي الاهلي وعايز العب معاك. فيعني ده اللي حصل بصراحه يعني. كابتن ايهاب تاني يوم كانت ماضيه يعني. قول لي بس، يعني ما قالتلكش يا كابتن بس سنه فلوس زيادة شوية؟ حاجة كده كابتن إيهاب برضه يعني. لا والله خالص، أنا بتكلم على الهوا، ما قالتليش، ما كلمنيش بأي فلوس نهائياً. تمام. خالص. هو المبلغ اللي اتدفع لنادي سموحة هو ده كان الأساس. هي عقدها جت زيها زي زمايلها اللي موجودين في النادي الأهلي، وأنا بحييها على روحها الأول، ويا رب إن شاء الله يكون على يعني على قدر المسؤولية اللي إحنا متفقين عليها، وإن شاء الله تبقى عندنا بداية أول بطولة عندنا المنطقة ووراها البطولة العربية اللي إن شاء الله تبقى حاجة كويسة وبداية كويسة لينا، لأن إحنا من 96 يا كابتن خالد البطولة العربية غايبة عن النادي الأهلي. النادي الأهلي اشترك، هو خدها مرة واحدة سنة 96. فنتمنى
ان شاء الله ان احنا نحقق فيها ان شاء الله نجيبها السنه دي ان شاء الله للنادي الاهلي رغم صعوبتها، لكن البنات مستعدين وقدها وان شاء الله نقدر ان شاء الله نجيبها باذن الله بمساعده جمهورنا بقى اللي هيكون موجود في اسكندريه، اللي بوجه لهم دلوقتي رساله يعني ان شاء الله يبقى موجود في اسكندريه باذن الله، ان البطوله مسموح فيها جماهير وهم وحشونا جدا وبالتزامهم وعاداتهم اللي احنا عارفينها ان شاء الله هيكون هم اللعيب رقم واحد باذن الله. كابتن ايهاب على الهوا، هتنصح منار تقول لها ايه؟ نصايح واضحه جدا ليها عشان تحقق اللي انتوا كلكم عايزينه. هقول لها ما تحمليش نفسك زياده عن اللزوم، احنا تيم، احنا النادي الاهلي يعني متعودين احنا كلنا بنلعب بهذا تيم، فما تحمليش نفسك ان انت مطالبه ان انت تحققي كل البطولات ويبقى في بريشر عليك، فانا عايزه تلعب لعبها الطبيعي اللي انا عارفه وشفته، وهي دي اهم نقطه بالنسبه لي عشان تقدر ناخد منها احسن حاجه وتبقى فعلا اضافه قويه للفرقه بس، لكن هي بتلعب يعني حتى سبوت عليها الناس كلها حتى سبوت عليها هي وسوريا ان احنا بنكسب فانتوا جايين اضافه فاحنا مستنيين مكسب اكبر، دي حقيقه فعلا، لكن احنا كان عندنا غيابات السنه اللي فاتت كتير، هم جم اضافات موجوده مش عايزه تلعب وهي محطوطه تحت البريشر دوت، يعني هو دي بس النصيحه اللي انا بقولها. بصراحه كابتن ايهاب زي يعني هي نصيحه في محلها، يا رب ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه تحقق انت شخصيا كل امنياتك وتعمل التاريخ تكتبه مره تانية السنه دي زي ما كتبته قبل كده في تاريخ النادي الاهلي لكره السله سيدات، ان شاء الله نبارك لك على كل الانجازات باذن الله اللي كلنا منتظرينها وكل جماهير النادي الاهلي منتظرها من حضرتك. كابتن ايهاب الالفي شكرا جزيلا. كابتن ايهاب قال كلمه يعني اخذها من لساني، انا حاسس وانت قاعده معايا ان انت محمله قوي، يعني سخنه على الموضوع، في ايه يعني عايزك تهدي شويه عشان الحق. فعلا انا هو قال كلمه حلوه، نصيحه مهمه جدا ليك، تقولي ايه؟ يعني هي نصيحته صح، انا ممكن يكون حماس اكتر من ان انا محمله، ان انا نفسي فعلا يعني بدل ما يبقوا 4 بطولات في النادي الاهلي السنه دي يبقوا 5 بطولة عربية، وانا متاكده يعني هم الفرقه تقدر تعمل اي حاجه، هي فيها ما شاء الله لعيبه كتير جدا كويسه كلهم لعيبه منتخب مصر، انا بس زي ما قلت لحضرتك هساعدهم مش اكتر. بس حاسس بتنشنه شويه منك؟ لا قلقانه قلقانه منار؟ لا لا خالص، انا زي ما قلت لحضرتك ممكن اكون في الاول بس لما روحت هم فعلا كلهم يعني اصحابي فما حسيتش انها في حاجه غريبه. انا لعبت مع الناس دي كلها قبل كده. قولي لي احنا استعدينا في نادي سموحه فتره الاعداد وبعد كده انتقلنا النادي الاهلي. مظبوط؟ اه انت حضرتي بس بقالك اسبوع تقريبا. نزلنا الملعب وبدانا مع اللاعبات خلاص وبدانا نتمرن. خلاص بدانا نخش جوه الجيم. اتمرنت ولعبت امبارح، كان عندنا ماتش ودي مع السيد، لعبت يعني خلاص. لعبتي؟ لعبت. عملت ايه امبارح؟ لعبت الحمد لله. لعبتي كويس؟ الحمد لله. كنت مبسوطه من نفسك؟ طبعا. فعلا؟ الحمد لله. طب منار قولي لي اللي جاي ايه؟ اللي جاي اللي جاي ده عندنا حاجات كتيره، لان اهداف كتيره، ايه الاهداف اللي جايه عندك؟ غير تحقيق بطوله مع النادي الاهلي. يعني الاحتراف لو انا في حاجه كانت فرصه قدامي اكيد مش هقول لا يعني. اكيد طبعا هو الاحتراف هو الفرصه الاهم ليك. طبعا. ومنتخب مصر؟ منتخب مصر مفيش بطوله دلوقتي، كان عندنا بطوله مع الدرجه الاولى، يعني انا وصلت الحمد لله منتخب مصر الكبير ولعبنا افريقيا وخدنا ولعبنا بطوله عربيه وخدناها، فمفيش منتخب الايام دي يعني. مفيش منتخب لا. الايام دي لا مش بتعسكروا ولا بتعسكروا بعد ما تخلصوا ال لا واحنا بنعسكر الدوري. المنتخب طبعا بس بيبقى بعد الدوري او لو البطوله مثلا في نص الدوري الدوري بيتوقف لغايه ما نخلص البطوله مع المنتخب عشان اللعيبه ترجع انديتها، يعني ما ينفعش يلعبوا واللعيبه مش موجوده. عندي مشهد عايز احكيه، مشهد منك انت اللي هتحكيه مش انا. لما دخلتي الفرقه اول يوم تدريب ليكي والتيشيرت الاحمر لبستيه ايه؟ قولي لنا. يعني انا كنت حاساهم فهم كلهم مبسوطين مفيش حد متضايق عشان هم عايزين برضو حاسين ان انا اضافه ممكن اساعدهم في حاجه. ما حسيتش ان حد متضايق مني، بالعكس انا حسيت ان كلهم مبسوطين ان انا في وسطهم، وما حسيتش انها غريبه يعني اتاقلمت، كنت حاسه ان انا هاخد وقت عشان اتاقلم واعرف اتعامل، حسيت ان انا مع ناس اعرفها وانا فعلا اعرفهم كلهم. تعرفيهم كلهم؟ قولي لي لما نيجي نلعب في نادي سموحه
مره ثانيه بس باسم النادي الاهلي. ايه يعني هي هتبقى حاجه صعبه ان انا بلعب يعني ضد فرقتي اللي انا كنت فيها وكلهم برضه اصحابي والنادي بتاعي بيتي يعني. بس خلاص يعني هو الاحتراف كده، هي الرياضه كده، يوم بقى انا خلاص رحت النادي الاهلي فهلعب للنادي الاهلي، يوم تاني نادي سموحه يبقى نادي سموحه. اه بس يعني دلوقتي اهم حاجه النادي الاهلي طبعا. اهم حاجه عندك النادي الاهلي طبعا. اهلاويه الاسره؟ اه ماما اهلاويه. اهلاويه جدا صح؟ صميمه. قبل الهوا قالت لي انا اهلاويه مفيش. دي حقيقه فعلا؟ اه ماتشات كوره كل حاجه. طب ايه؟ يعني بتتفرج على ماتشات الكوره وبابا نفس الكلام؟ اه كله برضه اهلاوي متعصب؟ يعني هي أعتقد ماما. مامتي متعصبه جدا، اهلاويه متعصبه ما عندهاش هزار. يعني لو جه ماتش الاهلي مفيش اكل؟ لا مفيش اي حاجه. مفيش اكل مفيش اي حاجه. هتستنوا الماتش؟ تستنى الماتش. انت شكلك مش عايز تروح. لا صح؟ يعني فعلا هي ابا عن جدا واخداها اهلاويه. اهلاويه. بصي منار، يعني تاريخ بيعدي وتفاصيل كتيره في حياتك بنعرفها، بس برضو هرجع تاني لحاجه مهمه وهي الاسره، واهم حاجه في الموضوع طبعا. الاسره طبعا، يعني لازم تقولي لي بيعملوا ايه. يعني ما وانت صغيره بتاخدك من البيت للتدريب وهكذا، يعني ايه اللي بيحصل؟ يعني هي مامتي طبعا، انا كنت بنزل الصبح تقريبا مدرستي، معايا مامتي بقى جايبه لبسنا، بس كنا ثلاثه يعني انا وايه وشروق، فكانت لبسنا في العربيه عشان نخلص مدرسه واروح اغير واتمرن بعد التمرين اروح، واليوم بيتعاد. فهي يعني الاسره اهم حاجه طبعا، مامتي وبابايا اكتر ناس ساعدوني. ان شاء الله باذن الله لما يكون عندك اولاد باذن الله. ان شاء الله. قولي لي هتلعبين باسكت؟ طبعا طبعا. لا مش ممكن. يعني هو انا ممكن لو هم مش حابين الباسكت اكيد لا، بس انا هبقى عايزاهم يلعبوا باسكت اكيد. وهتعملي زي ما هو بتعمل بالظبط. اه طبعا. بصي مبسوط جدا بالقعده معاكي، لكن في كلمات لازم نقولها للناس، يعني نوصل لهم مسج زي ما بيقولوا. تقولي ايه لنادي سموحه؟ يعني انا بشكرهم طبعا، بشكر فرقتي وبشكر كل حد في نادي سموحه من اصغر حد لاكبر حد، عشان اللي انا وصلت له ده في يوم من الايام هو سبب فيه يعني نادي سموحه، وربنا معاهم الفتره الجايه طبعا. لاعبات نادي سموحه طبعا تقول لهم ايه؟ ربنا معاكم الفتره الجايه، هم لعيبه برده كبيره وفرقه كويسه. الفرقه ان شاء الله مش هتقف على حد يعني، ربنا معاهم واكيد بتمنى لهم الخير. طيب اكيد في الماتشات كان في جماهير، نقول ايه جماهير نادي سموحه؟ يعني انا مش عايزه حد يزعل مني، بس اهم حاجه يعني مش عايزه حد يزعل. لا مش عايزه حد، اكيد في ناس زعلانه ان انا مشيت من سموحه يعني، عشان كان عايزيني العب في الفرقه دي. بس انا اخترت مستقبلي، انا لعبت الفرقه دي عمري كله تقريبا، فانا نفسي اخد بطوله بس، وكان نفسي العب مع النادي الاهلي. طب لو نقلنا من جماهير سموحه لجماهير الاهلي بقى اللي بتتفرج علينا وبتشوفنا والاستاد بيخش له 2000 و3000 جوه، تقول لهم ايه؟ يعني انا بوعدهم طبعا ان شاء الله ان احنا السنه دي بدل ما يكون في 4 بطولات يكون في 5، ان شاء الله ناخد البطوله العربيه عشان نفرح الجمهور. لا كده كلمه قصيره قوي، ده كده الجمهور يمسكني بره. لا طبعا، لا تقول لهم ايه فعلا؟ يعني مبسوطه وانت بتلعبي جوه الجماهير دي؟ الاحداث دي نفسها حاجه مهمه بالنسبه لك؟ يعني الجمهور ده اهم حاجه، يعني ده بيدي روح للعيبه، ببقى عايزه العب عشان خاطر الناس اللي قاعده دي. يبقى فاحنا لازم تيجوا طبعا، لازم يجوا كل الماتشات يساندونا، واحنا ان شاء الله هنعمل اقصى حاجه عندنا عشان نفرح الناس دي. وانا في يعني لقاء جميل، في نهايه لقاء لازم اقول لك انا مستمتع جدا جدا بالقعده، الوقت جري بسرعه جدا جدا جدا، بس اتمنى لك ان شاء الله باذن الله نتقابل معاكي ان شاء الله وانت رافعه الخمسه. يا رب ان شاء الله. خمسه بايدي عشان تبقي عارفه باذن الله، وتكوني حياتي اللي انت عايزاه ان شاء الله السنه دي معايا ان شاء الله. منار بشكرك شكرا جزيلا، ودايما هتكون معانا في المرحله الجايه ان شاء الله. كل جماهير النادي الاهلي، كان معانا كابتن منار ايهاب المنتقله حديثا من نادي سموحه الى نادي الاهلي في فريق كرة السلة سيدات، نتمنى لها التوفيق في المرحلة الجاية، نتمنى لها التوفيق لفريق كرة السلة سيدات. دايما تابعونا في برنامج الأهلي الليلة كل يوم من السبت للخميس من الساعة 7 إلى الساعة 10. شكرا وإلى اللقاء.